مرحبا يا أطفالي، كيف حالكم؟ حرف جديد وقصة جديدة، قصة حرف الزاي وقصة زينة. في هذا الشريط التعليمي سنستمع إلى قصة زينة وحرف الزاي. حرف الزاي وصوته زه. أولا، مع هذا الشريط التعليمي سنصغي إلى قصة زينة وحرف الزاي. هيا بنا نقرأ قصة زينة. علينا أن نصغي جيدا لأحداث هذه القصة. حرف الزاي وصوته زه. تحب زينة الأزهار الزاهية اللون. زارت زينة زميلتها رزان وقدمت لها باقة من الأزهار. فرحت زينة بزيارة رزان في منزلها الجديد. بعد أن استمعنا إلى قصة حرف الزين، قصة زينة، الآن سنقرأ الجملة المفتاح وبعض الكلمات التي تحتوي على حرف الزاي لنتعرف على الصوت المتكرر في الجملة المفتاح. هيا بنا. الجملة: زارت زينة زميلتها رزان قدمت لها باقة من الأزهار. زارت زه زينة زه زميلتها زه رزان زه الأزهار زه. الصوت المتكرر في هذه الكلمات إنه حرف الزاي وصوته زه. بعد أن قرأنا قصة زينة وحرف الزاي وتعرفنا على صوت المتكرر في الجملة المفتاح وهو حرف الزاي صوته زه، هيا بنا نتعرف على كيفية كتابة حرف الزاي. أحضروا الأقلام، تلوين، قلم رصاص، وأيضا سننفذ بعض الأنشطة الفنية. كيف نكتب حرف الزاي؟ بعض البطاقات عن كيفية كتابة حرف الزاي. اكتب حرف الزاي بمساعدة ماما. يمكننا تنفيذ بعض الأنشطة الفنية. زا زهرة، نشاط فني رائع أحباء الصغار. نقرأ القصة وأيضا الجملة وبعض الكلمات التي تحتوي على حرف الزاي. عملا موفقا وإلى اللقاء.